هذا أكبر بازار موجود في وسط آسيا قرغيزستان. عصير خبز مطعم بالخل. إيش أنت؟ رحمك. أو هذا لحم حصان راح أجربه. مرحبا بالجميع. اليوم الفيديو من قرغيزستان، افقر دولة تركية. طبعا دول العالم التركي حكينا عنهم قبل بفيديو اسكي شهير موجودات هون. انا وصلت اليوم وجاي بدون وزن لان الترانزيت عندي كان قصير، فقط 35 دقيقة، فحبيت ابدأ رحلتي من السوق اخذ احتياجاتي ونقوصاتي، وبنفس الوقت مشان تعرف على البلد اكثر لازم نشوف شلون الشعب بيتسوق، ايش بيأكل، ايش بيشتري، ايش بيبيع. هذا أكبر بازار موجود في وسط آسيا، معمول كله من الكونتينرات، فيه تقريباً 55,000 بائع. طبعاً بده يوم كامل تا يخلص. إحنا راح نحاول نشوف قدر الإمكان من هذا السوق، أهم سوق شعبي موجود في بيشكيك عاصمة قرغيزستان. طبعاً أنا وصلت من المطار في كذا طريقة للمجيء من المطار، أغلاها هي التاكسي عن طريق تقريباً 800 سوم. الدولار اليوم يساوي تقريبا 85 سوم. في طريقتين بالباص، في باص اغلى من الثاني، انا رجيت بالباص المتوسط كان كلفني 150 سوم، لون الباص ازرق. بالنسبة لشريحة التليفون، في سيم كارت بيكون فيها انترنت غير محدود بإضافة لاتصالات ورسائل، وسعرها كان للأسبوع الواحد 245 سوم. يعني سعر شريحة الانترنت رخيص بصراحة بالنسبة لغير دول، ولكن فيها مشكلة واحدة، هي الانترنت فيها غير محدود، ولكن ما فيك تفتح منها تستخدم جهازك كجهاز يبث إشارة واي فاي. طبعا هذا البازار مثل ما حكينا معمول كله من الكونتينرات، بما أنه قرغيزستان قريبة من الصين ففيها حركة تجارة كبيرة، ولكن بلد فقير يعني هذا الشيء صعب إخفاؤه. طبعا بهذا الفيديو راح نحاول نشوف مو بس الأسواق الشعبية، راح نشوف الأسواق الشعبية والأسواق الحضرية، وراح نشوف كيف الناس بيتسوقوا بقرغيزستان وكيف بيعيشوا حياتهم اليومية. ورود، ملابس، هدايا، أدوات كهربائية، كل شيء. حتى قرطاسية يعني. في وحدة هون كاتبة انه عندها كباب، خلنا ناخذ وحدة. السلام عليكم. كباب قاتسوم؟ جيرما. وبيتاني على كاتشب نيت. كاتشب نيت؟ مايونيز. مايونيز دا. مايونيز دا. ايش انسى؟ رخماك. بصراحة البضاعة جدا رديئة. وبدك مفاصلة لأن الأسعار مو واضحة، والمفاصلة هون صعبة أساسا، وأكثر وفي كثير محلات جملة لحد الآن، هذا هو الانطباع. بدي أشوف لي شغلة أشربها مع هذا الكباب. عندهم مشروبات شارع مشهورة، مثلا في شراب اسمه مكسيم، هو شراب حبوب مثل شراب الشعير. مكسيم هذا كويس بالصيف. هذا قاتسوم؟ رخمة. أوكي. أنا شوفوا الكباب، تعبان. نشوف هذا المكسيم، اوف ريحته ثقيلة جدا. عصير خبز مطعم بالخل.
بصراحة هذا السوق ضعيف جدا. راح أتركه فورا، ما فيه شيء يعني، فيه كل شيء هو، ولكن الأسعار مو مبينة والمواد رديئة، بيحاولوا يغلوا عليك لما بيشوفوك غريب. اشتريت بس كرت ذاكرة وأغلى من أسعار تركيا حتى كرت الذاكرة كان. صراحة ما عرفت أكمله هذا المكسيم، صعب جدا. رح أجرب مشروبات ثانية تنباع على نفس البسطات هاي. عندنا واحد عيران مع غازات وفي آيس تي كمان، رح أخذ واحد عيران مع غازات مبدئيا. هو هذا. السلام عليكم. هذا عيران يعني رائب باللبن مع غازات. هذا مقبول شوي، افضل. جيت على هذا مجمع تجاري صغير، بس ميزته انه قريب مكان سكني، قريب من الساحه الرئيسيه بالمدينه، اسمه بيشكيك بارك. يعني بلكي تكون الاسعار هم مكتوبه على الاقل، نفهم عليهم ويفهموا علينا. هذاك السوق ما خرج نهائيا، بده يكون بالك طويل، بدك تكون خبره بالمجادله وبتنزيل السعر، وانا ما عندي الوقت وما عندي البال الكافي مشان هذا الشيء حاليا. هذا مجمع تجاري تقليدي، خلصت. قرغيزستان معروفة بتربية الخيول، فيها تقريبا نصف مليون حصان، والقرغيز بيربوا الخيول مو بس للتنقل والرياضة، لا، القرغيز ومعظم شعوب وسط آسيا بيأكلوا لحم الخيل وبيشربوا لبنه. لحم الخيل يعتبر غالي، لذلك بيأكلوه بشكل عام للمناسبات. إذا كنت تخطط لزيارة إحدى دول آسيا الوسطى فلا تفوت فرصة تذوق لبن الخيل اللي راح أجربه بالفيديو القادم، وبنفس الوقت ذوق طعم لحم الخيل، وهي كانت تجربتي معه. هذا جابتني وحدة قرغيزية على مطعم يسوي أكل قرغيزي، بدي أجرب لحم الحصان، بدي أجرب لحم الحصان لأول مرة. مطعم اسمه نافات، وها هو المنيو تبعه. طبعا المنيو تبعه يتميز أنه فيه صور. أخذنا هذا اللقمان، أخذت لحالي مع البيش بارماك. طبعاً هاي لحم بقري، والبيش بارماك لحم حصان طلبته. وهذا إجا قايماك مع الخبز القرغيزي التقليدي. هذا هو الخبز التقليدي، رهيب جداً. وهذا اجى البيش بارماك. بيش بارماك معناها خمس اصابع باللغه القرغيزيه والتركيه، يمكن لاني كانوا ياكلوا بخمس اصابع، بالخمس اصابع كامله، ولا لانه عليه خمس قطع، لا عليه اربع قطع. هاي لحمه مسلوقه وهذا لحم حصان، راح اجربه اول مره. خليني احط من الخبز شوي. نجرب لحم الحصان. هذا هو، شايفين الدهن شلون مفصول عن اللحم. مثل السمك، لايك فيش. هاي جابوا لي كم قطعة لحم حصان لحال على طرف كمان. تأتيك المفاجآت من حيث لا تعلم. هاي شوربة في جواتها شغلات مثل الشيش برك نحن نسميه. هذا عجين جواته لحمة بالشوربة. هذا مطعم نافات، له عدة فروع، في حتى بكازاخستان له فروع، بألماتي عنده مأكولات شعبية قرغيزية. الحساب كان تقريبا لشخصين حوالي 2700 سوم قرغيزي، والأكل جيد، بس الأتموسفير تبعه حلو، يعني أتموسفير قرغيزي 100%.
حتى ابواب الحمامات عملوا تصميم قرغيزي. قرغيزستان من اكثر الدول متصالحه مع ماضيها السوفيتي. هاي نهايه فيديو الاسواف والبازارات، وبكره راح نشوف فيديو المناطق المهمه بالمدينه.